احدى المشكلات التي تعاني منها هذه الامه هي مشكله التشكيك في الحقائق التاريخيه طبعا التشكيك ظاهره التشكيك لا تقتصر على الحقائق التاريخيه وانما تتعداها لتشمل مجالات اخرى حاله التشكيك حاله لها اول وليس لها اخر ربما واحد يبدا بالتشكيك في حقيقه تاريخيه ولكن هذه الحاله لها حاله اضطراد واذا بالتشكيك يتقدم ليشمل كل شيء الحقائق التاريخيه والحقائق العقائديه العقديه والحقائق الفقهيه والحقائق الفكريه وبالتالي التشكيك يلف جميع الاسس الدينيه هنالك كلمه لاحد الفلاسفه يقول التشكيك او الشك معبر رائع ولكنه موقف سيء، واحد يشك، يشك، يحقق، يعبر من الشك إلى اليقين، هذا معبر رائع، ولكن أن يتردد في حالة الشك، الشك يتحول إلى منهج في الحياة واحد يشكك في كل شيء ويظل في هذا التشكيك يدور إذهب إبحث حتى تنتهي إلى اليقين لا من يقول ما الدليل مو ثابت يبقى يدور في هذه الحلقة المفرغة هذا موقف سيء